الحاجة التانية وصول المؤونة للجنود أو للناس أو يعني أساليب الإعاشة. عايز أقول لك كان يوصلنا مثلا جرك المية حلو، وكنا نشوفه بقى في الأجازة إن شاء الله لما نروح البيوت. الأكل يوصلنا يدوب العيش ومثلا معاه أي حاجة جافة، علم المقليات أو الحاجات دي، إنما غير كده كل ده كان بيبوظ. فضلنا الفترة دي كلها لغاية مبادرة روجز في 10 أغسطس 70، عملنا عمليات عبور كتير، طعمنا الجنود على إن يجس الأرض هناك ويحس إنه ما فيش يعني قوة، رغم إن قدامنا نقطة من أقوى النقط كانت اسمها نقطة طين القوية. كانت الدبابتين بيطلعوا الصبح حوالي 6:30، في عندنا علامة التينة اللي مكتوب عليها كلمة التينة، يضرب دانا عشان يسخن المدفع بتاع الدبابة، والعلامة الصغيرة اللي مكتوب عليها علامة الكيلو يضرب عليها بالفيكرز بتاع الجرينوف. انتوا في منطقة التينة استطعتوا ان انتوا تأسروا جنود اسرائيليين؟ فعلا أسرنا. ده حصل ازاي؟ هقول لحضرتك، من ضمن الكماين رصدنا ان في عربية يعني اخلاء جرحى بصفة دايمة، او العربية اللي بتنقل المصابين او المرضى للمستشفيات، العربية دي لها توقيت. رصدنا العربية وعدولها وانتظروا العربية وضرب عليها، وخدنا الفرد اللي كان جنب السواق اللي هو المرافق او يعني ليدر العربية او قائد العربية ده، فطرح انه بشاويش في المظلات، وكان اسمه مش فاكر اسمه ديفيد حاجة، فجابوه وعاموا بيه في وسط المية. كان حواليه 2 ضباط، احدهما يعني صحته كويسة والتاني على قده شوية، فهو لف في المية عايز يهرب، فخبط الصغير فنزل له سنة من سنانه، التاني طلع الخنجر اسمه عبد الحميد خليفة وضربه في كتفه، فالولد راح مستسلم وراح معدي. وكان ده أول أسير في الجيش التاني ايام ما كان الست اللي هو عمنا مخلي قائد الجيش.